بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كما ذكرنا أن الأوضاع قد تغيرت وكذا الموازين، وذكرنا أن من يهاجم شريعة الله سبحانه وتعالى أو شيئا من الدين فهذا لن نسكت له، وسنشرد به وسنفضحه وسنبينه للناس، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة. وأيضا نصيحة للمسلمين، فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما جرح العلماء الرواة فقالوا عن الراوي هذا كذاب، قالوا هذا سيء الحفظ، هذا مدلس، وكل ذلك صيانة لشريعة الله سبحانه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد السلف لما عوتب في ذلك قال: لأن يكون فلان هذا خصمي يوم القيامة خيرا لي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. أي لماذا لم يذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الذين يظهرون للمسلمين في صورة الناصحين أو يلبسون جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب أو قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، والذين تغتر بهم قطاعات كبيرة من المسلمين، لا بد من كشفهم وفتحهم للمسلمين. فنبدأ بهذا الذي أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هو يحيى الجمل. فيحيى الجمل هذا يعني، وهذا هذه المشاهد موجودة، المقاطع موجودة على اليوتيوب، موقع اليوتيوب، موقع فيديو وهو يقبل يد شنودة، انحنى وقبل يد شنودة. كذا أيضا يقول عن النقاب أن المرأة التي تلبس البكيني عندها حشمة عن التي تلبس النقاب. ويقول أيضا وأنتم سمعتم هذا عندما قال لو ربنا، استغفر الله، أجري استفتاء على ربنا، ده ربنا ياخد 70%، ولو خد 70% ربنا يحمد ربنا، هذا المجرم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عنده عداوة شديدة جدا لشريعة الله تعالى، وعنده عداوة شديدة جدا للمادة الثانية من الدستور، خاصة الدستور 71 اللي هو نص على هذه المادة. يقول في الجلسة التنسيقية لبداية الحوار الوطني التي انعقدت مساء الأربعاء، إن جميع التعديلات الدستورية من عام 71 سيئة وتجر إلى الخلف. إيه التعديلات دي؟ ده هم أربع مواد، منهم زي ما هنطلع عليكم إن شاء الله، منهم مادة المادة الثانية، يقول سيئة وتجر إلى الخلف، ويشير بذلك إلى المادة الثانية من الدستور. كان يحيى الجمل يريد أن يحذف الألف واللام. في تصريح له لقناة نايل لايف قال إن في إمكانية إجراء تعديل على المادة المذكورة في الإعلان الدستوري بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالي: الإسلام مصدر رئيسي للتشريع. مصدر رئيسي للتشريع، معنى ذلك أن هناك مصادر أخرى ستدخل في التشريع، فهذا يكون من الحكم لله ولغيره، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأضاف أيضا بأن لكل أقلية وتضاف أيضا مادة خاصة بأن لكل أقلية
الأحقية في الاحتفاظ بشريعتها، وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى. معنى ذلك أن البهائية لو قالت نريد تشريعات خاصة بنا، القانون على هذا الكلام يكفل لهم ذلك، وكذا القديانية وأي أقلية موجودة بيننا فتريد ذلك. وهذا كلام طبعا هذا كلام غير صحيح. وبالنسبة لي الذين يعيشون بيننا قالوا ذمة فقط، الذين نقول إن تحاكموا إليهم أو إلى شريعتهم هم قالوا الذمة فقط، أما المرتدون عن الدين فليس لهم إلا السيف كالبهائية والقديانية، فهؤلاء كفر مرتدون عن دين الله عز وجل، يعرضون على السيف إن تابوا إلا قتلوا، لا أن يعترف بهم وأن يقال إن لهم تشريعات خاصة. ولله الحمد الدستور الإعلان الدستوري خلى من ذلك، يعني حتى المادة التي كان يريدها النصارى هذه الإضافة خلت من ذلك. وكذلك أيضا ننبه، يعني هذا الرجل من حقنا أن نقول له أنك تقال كغيرك، أنت لا تصلح أن تكون مسؤولا، فالمسؤول لا يكون عدوا على دينه وعدوا على المسلمين الذين هم مفترض أنه مسؤول عنهم، يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، أما هذا لا يريد ذلك وإنما يريد العلمانية عياذا بالله. هنذكر بعض القوانين في التعديل الدستوري الجديد حتى نقول لكل مسلم اعرف حقك، وانتهى عصر الحديد والنار، وانتهى عصر إن أي إنسان يظلم، وإن أي إنسان يؤخذ من بيته ليا من بين أولاده. اعرف حقك وطالب به وضعه في وجه أي إنسان. انتهى عصر الخوف، انتهى عصر الجبن. اعرف ما لك وطالب به، وقف به في وجه أي إنسان. أنا سأذكر هذه المواد ليكون كل واحد منا على بينة، وفي نفس الوقت يستطيع أن يحافظ على نفسه ولا يستطيع أن أحد أن يقترب منه. مادة 8 الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. فليس لأحد أن يفعل معك كده، يكون معه أمر من القاضي كمان أو النيابة العامة. مادة 9 كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاء بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ويعول عليه. مادة 10 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وفقا لأحكام القانون. مش أي حد يجي يخبط على بابك، وإنما يكون معه أمر قانون، أمر مسبب قضائي. مادة 11 لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. مادة 12 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وهذا إن كان فيه نظر، لكن نقول أخواتنا الأسيرات في الأديرة والكنائس هذا مخالف للقانون. أخت مسلمة أسلمت، القانون يكفل حرية العقيدة، فبالقانون يجب إخراجها من الأديرة والكنائس ككاميليا شحاتة وغيرها. حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه، طبعا مفروض في مكفولة في حدود ضوابط الشرع، لكن على كل نقول لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. مادة 13 كذا حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. هذا طبعا أيضا الكلام مفروض في الإسلام أنه مضبوط بما لا يخرج عن حدود الشرع، لكن نقول بالنسبة للمسلمين، فكنا من قبل إن كتبت كتابا لماذا كتبت هذا الكتاب؟ ولماذا لم تعلمنا أنك ستكتب هذا الكتاب؟ سبحان الله، في حين الذين يكتبون السحر والكفر يقول هذه حرية، وأنت عندما تكتب عن الإسلام يقول لك أنت كتبت ليه كده وما قلتناش ليه أن أنت هتكتب. حجر على الفكر، انظر إلى هذا الظلم الصارخ الذي كان يعيشه الملتزمون والإسلاميون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل. مادة 15 لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منع من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. يعني لو جه لاجئ سياسي كان هنا يتسلم على طول. مادة 16 للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء، نجتمع نقعد في أي حتة، نعمله مؤتمر في أي حتة، نجتمع في أي حتة بهدوء غير حاملين سلاحا. احنا مش بنحمل سلاح، احنا سلاحنا الكلمة، ندعو الله بالكلمة، نجتمع في أي حتة وندعو الله عز وجل في أي مكان، ودون حاجة إلى إخطار سابق. روحش أقول لأمن الدولة احنا نعمله كذا. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة، ما جيش يقعدوا كان زي ما كان بيحصل، بعت لك بوكس وبعت لك بتاعه مش عارف في صلاة العيد، يبعت لك بوكس وبعت لك كذا وكذا وكذا، لا، ما في بالقانون لا. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 20، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه. تقبض عليه ليه؟ قل لي السبب. واعتقاله فورا ليه؟ مش متحضرة في الدرج؟ يقول لك بص قرر اعتقال في الدرج، اطلعه لك دلوقتي، قرر في الدرج. وتلفيق القضايا في الإسام، يلفقوا القضايا للناس المظلومة في الإسام. يبقى مثلا لو اتمسك بحتة حشيشة يعمل له قضية، واخد بالك بقى تاجر مخدرات إلى آخر ذلك. هذا الظلم الذي كان موجودا وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ما فيش واحد هيعتقل إلا بسبب، ويبلغ بالسبب، ويكون له حق الاتصال كمان. مش حد يعرف عنه حاجة، واخد بالك، ما فيش حد يعرف عنه حاجة، لا كمان ده يبلغ ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظم القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية. وينظم القانون، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج وحتما. هذه بعض التعديلات، هذه بعض يعني ما أردت أن أقرأه عليكم. وبقية التعديلات التي قال عنها الناس في مسألة الاختيار الرئيس وكم كله موجود، لكن هذه بعض المواد التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها حتى يعرف حقه وكيف يدفع الظلم عن نفسه إن أريد بظلم. بل إذا أرادك أحد بظلم بعرف في حقك وتجيبه إزاي. ولذلك نقول إن الأوضاع قد تغيرت ولله الحمد والمنة، ونشكر طبعا الجيش والهيئة المسؤولة عن الحكم في بلد من الجيش، جزاهم الله خيرا. ونريد من المسلمين أن يفعلوا هذه المادة الثانية بتطبيقها على أنفسهم وبتفعيلها في المجتمع والنشاط للدين. وجزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة كما قال الإمام أسامة بن حماد رحمه الله. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. لا مش ينفع.